هذا سائل هو وليد علي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله يا شيخ، وسؤالي: هل يجوز الصوم بالاعتماد على الحساب الفلكي دون الرؤية البصرية للهلال؟ بالنسبة للاعتماد على الحساب، هذا مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني رؤية الهلال، فلا يصام إلا إذا رؤية الهلال، ولا يفطر إلا بعد رؤية الهلال أو تكميل الشهر. المقصود أن الاعتماد على الحساب قول لا يعتد به، وقول شاذ ولا يعول عليه، لأنه مخالف للنص، فالنص صريح وصحيح في أن الاعتماد على الرؤية، الرؤية البصرية للهلال. صوموا لرؤيته، لرؤية هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته، يعني لرؤية هلال شوال، فلا يجوز الاعتماد على الحساب إلا في حال التكميل، في حال تكميل الشهر. إذا رؤية هلال شعبان ثم أكمل شعبان 30 يوما، فإنه حينئذ يصوم الناس، لأنه لا يمكن أن يزيد الشهر على 30، وقل مثل هذا في شهر رمضان، لا سيما إذا حال دون رؤيته شيء.